ذي ناعم تلقن الحوثيين درسا قاسيا، كما إن وهجمات قوضت الوجود الهش للميليشيا في هذه المديرية الأكثر اشتعالا في محافظة البيضاء. بهذا المتاح من الأسلحة لم يكف المقاتلون في ذي ناعم عن استهداف تجمعات ومواقع قوات المخلوع صالح والحوثي. أعنف الاشتباكات دارت في مناطق أشعاب ناصر وغليس وتبت شرقان، وأسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا. الاشتباكات اندلعت إثر كمين نصبه رجال المقاومة لطقم مسلح تابع للميليشيا في منطقة أطياب، أدى إلى تدميره وقتل 2 ممن كانوا على متنه. مصادر المقاومة أكدت أنها أجبرت ميليشيا الحوثي وصالح على الفرار من منطقة أشعاب ناصر، وتظهر هذه الصور الدبابات والمدرعات وهي تغادر المكان. الميليشيا رفعت وتيرة القصف على عدد من قرى ذي ناعم، وتركز معظم هذا القصف على منطقة يفعان، وصعدت من استهداف المدنيين بإقدامها على اختطاف 5 أطفال من أحد المساجد في هذه المنطقة. مساحة العنف الميليشياوي تتسع على امتداد محافظة البيضاء، ففي عاصمة المحافظة أطلقت الميليشيا النار على المواطن أبو بكر الهدار. الحادث وقع أمام مبنى البريد بوسط المدينة، وفي مدينة رداع ثاني أكبر مدينة في البيضاء اقتحمت عناصر من ميليشيا الحوثي مكتب المحامي وجيه علي الوجيه، واختطفت 3 محاميين هم وجيه الوجيه وأمين جمال الطهيف ونبيل جبران الرخمي. لم تهدأ البيضاء يوما ولن يتوقف المقاومون هناك عن المقاومة حتى يدحرون الميليشيا ويطوون الصفحة السوداء القاتمة من تاريخهم وتاريخ اليمن.